ثانوية جامعة اسكندرية، وبعد ما اتخرجت الحقيقة كان هدفي إن أنا عايزة أتعلم، وأنا طول عمري أحب القراءة، فكنت قرأت قصة حياة ماري كوري وهي مثل الأعلى في الحياة الحقيقة كانت، وكنت عايزة أسافر وأتفرج على العالم وأتعلم وألف بلاد الدنيا، والحمد لله ربنا وفقني إن أنا عملت كل ده. إن أنا أول حاجة عملتها عشان أسافر بلد وأبقى ليا الحرية في إن أنا أشتغل وأتعلم ما يتقاليش لأ، فكانت الهجرة الحقيقة. فأنا هاجرت أمريكا وأنا سني 24 سنة، هاجرت وأنا ليس لي مخلوق في أمريكا وماليش مكان رايحة ولاش عنوان، فقلت هاخد أمريكا من أولها وكل ولاية اللي ما يعجبنيش فيها هسافر على اللي بعدها وهكذا. فابتديت بولاية بوسطن واستقريت في ماساتشوستس، والحمد لله لغاية النهاردة في اتصال بيني وبين الام اي تي اللي هو ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي، وانا كنت ساكنه جنبه في كامبريدج، وعلاقتي بيهم لغايه دلوقتي ممتده، بنتبادل المعلومات في الابحاث والحاجات دي. بعد كده اشتغلت الحقيقه مع اكبر شركه في العالم في التحاليل الطبيه، وكان هدفي برضو ادرس طب مع هندسه، ودرست طب واتنقلت لولايه كاليفورنيا عشان جوها حلو، واخدت كاليفورنيا لايسنس في الكلينيكال كيمستري، واشتغلت بعد كده في الووتر تريتمنت مع كبريات شركات العالم، شركه دورو كيميكال كوربوريشن وشركة أكواتيك كيميكا، وخدت منهم النهاو، وقعدت فترة طويلة في أمريكا، وبعدين قلت آخد النهاو وأرجع بلدي وأطبق المعلومات اللي أنا اتعلمتها على مستوى العالم، وجيت عملت مصانع في مصر لإنتاج الكيماويات الخاصة بمنع التآكل ومنع الترسيب والمشاكل اللي بتحصل في الصناعة وبتكلف المصانع، وفي مصانع كتير قوي واقفة بسبب إن هي عندها مشاكل في مبادلات حرارية أو في الأنظمة الصناعية عندها. فأنا الحمد لله قدرت ان انا اعلم شباب بلدي، وقدرت ادخل الموضوع بتاع الووتر تريتمنت لمصر، وانا عندي حاليا مصنعين او شركتين، شركه اكوا تراست في الووتر تريتمنت وشركه فايز ابو زيد للمعالجات الكيميائيه، والحمد لله بشتغل مع قطاع البترول وبشتغل مع شركات الجيش جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، والحمد لله محققه الهدف اللي انا الحقيقه رجعت علشانه مصر، ان انا اوفر الكيماويات اللازمه بدل استيرادها وبالأسعار المعقولة للشركات. دي نبذة بسيطة عن فايزة أبو زيد الحقيقة. ما شاء الله يا دكتوره، يعني ربنا يديك الصحه يا رب، ويعني قدوتنا الكبيره الدكتوره فايزه الحقيقه، يعني انا بحييكي وبحيي المجهود وبحيي الهيستوري الحقيقه، اللي هو يعتبر بالنسبه لنا كلنا شرف كبير، ويعني ان احنا نسمع من حضرتك. يعني اتفضلي يا فندم. الله يخليك، متشكرة جدا جدا. حبي للقراءة خلاني الحقيقة أقرأ عن الموضوع اللي كلنا بنعاني منه حاليا، الموضوع ده اللي هو التغير المناخي. ليه حصل تغير في المناخ في العالم كله؟ بنشتكي إنه الحر بقى زيادة، الحرارة بقت عالية، أمراض كتيرة انتشرت، مشاكل كتيرة موجودة في بلاد في العالم كتير. التغير المناخي جاي من إيه؟ التغير المناخي جاي من الآية اللي ربنا قال لنا عليها، بسم الله الرحمن الرحيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إحنا حاليا في المرحلة بتاعت لعلهم يرجعون. إيه هو اللي حصل الفساد اللي إحنا عملناه؟ الفساد هو التكالب الفظيع على استخدام الطاقة، استخدامها يا إما في مصانع والثورة الصناعية اللي قامت في العالم كله، والسباق المحموم في بين الدول للصناعة والإنتاج والكهرباء والحاجات دي كلها. طب ده بيعمل ايه؟ بيعمل ان احنا بنحرق الوقود اللي بنسميه الوقود الاحفوري، احفوري جايه من الحفر، يعني احنا بنحفر عشان نطلع هذا الوقود، او بالانجليزي اسمه الفوسيل فيول. الفوسيل فيول هو عباره عن الغاز الطبيعي والبترول اللي هو بعد كده بنعمل له عمليه ريفايننج وبيطلع منه المازوت والسولر والمشتقات البنزين والمشتقات بتاعته. طيب ده لما بيتحرق بيجرى ايه؟ عشان اخد طاقه منه بيتحرق، بنعرضه في اماكن بيت النار، في غلايات او في العربيات او في المصانع، في حاجات كتيره بيتعرض لحراره، بينتج منه حراره بان هو يحصل له اكسده من الاكسجين اللي داخل من الجو في عمليات صناعيه معينه بتتعمل. اما بيحصل له اكسده هو عباره عن ايه؟ عن مركبات كيميائيه بتحتوي على الكربون وبيحتوي على الهيدروجين. الكربون لما بيتاكسد بيتحول لثاني اكسيد الكربون، أو يطلع معاه برضو جزء من الميثان وبيطلع معاه بخار مية. ثاني أكسيد الكربون هو المشكلة اللي عندنا حاليا في العالم، هو ده اللي عم بنسميه
الجرين هاوس كاسز. الجرين هاوس كاسز اللي هي الغازات الصوبة، الغازات الصوب اللي هي النباتات وهي جوه الصوبة بينتج عنها ثاني أكسيد كربون. طيب هو عامل لنا برضو صوبة على الأرض بيحجز الحرارة اللي جاية لنا من الشمس، سواء الحرارة اللي هي الانفراريد أو الالترا فايولت اللي هي فوق الحمراء والتحت البنفسجية، تحت الحمراء وفوق البنفسجية، فدي بتتحجز وبترفع درجة حرارة الأرض وما يمنعها من الخروج. فهو عامل اسمه الغاز الدفيء. الغاز الدفيء ده بيمنع الانبعاثات اللي موجودة على سطح الأرض من إنها تخرج بره، فبتفضل محجوزة. فإحنا كلنا حاسين بهذه الحرارة، وللأسف بقى إن الحرارة دي مش عالية قوي، يعني ارتفاع حرارة الأرض زاد فقط عن العادي درجة ونص، اللي هو عامل فينا كل ده. طب لو إحنا استمرينا في استخدام الوقود بالشراهة اللي إحنا عاملينها، يبقى مش هنقدر نعيش على الأرض والأرض هتنتهي. حاجة من الحاجات اللي برضو بتخلينا يعني ثاني أكسيد الكربون زاد قوي قوي في العالم، أو زاد عندنا أو زاد في أماكن كتيرة. ثاني أكسيد الكربون مهم، ما أقدرش أقول إن أنا أقدر أعيش في جو ما فيهوش خالص ثاني أكسيد كربون، يكون زيرو وإلا نموت. ليه؟ لأن ثاني أكسيد الكربون هو اللي بيغذي النبات بإن هو ينتج لنا المواد الكربوهيدراتية، فإذا النبات محتاج له. يبقى إحنا عشان نقلل ثاني أكسيد الكربون اللي موجود عندنا في الجو لازم يكون عندي تشجير، وما اقطعش الشجر واسيب البلاد من غير اشجار. يبقى لازم يكون في غابات ولازم يكون في اشجار عشان تقدر تاخد ثاني اكسيد الكربون الزياده اللي موجود في الهواء. طب الحاجه الثانيه بقى، ايه اللي احنا نعمله علشان خاطر نقلل الانبعاثات دي؟ في حاجه اسمها دلوقتي نقلل استخدام الوقود الاحفوري. نقلله ازاي؟ هو طبيعي على سنه 50 هينتهي، لكن من هنا لسنة 50 لو احنا يعني استمرينا في الاستخدامات بنفس الطريقة اللي احنا عاملينها مش هنوصل سنة 50، هتكون الدنيا انتهت. يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم ندور على بديل للوقود ما يكونش فيه انبعاثات. طب ازاي؟ كلمة اخضر دي جاية من ايه؟ الخضرة، ربنا قال لنا الجنة عبارة عن الخضرة في الجنة، يبقى هنحول الارض الى جنة. طب احولها لجنة ازاي؟ ربنا برضو قال لنا آية، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ازاي كل شيء حي؟ الحي ايوه، انا ما اقدرش اعيش من غير ما اشرب ميه، النبات ما يقدرش يعيش من غير ميه، لكن كل شيء حي يعني انا اقدر اشغل مصنع بالميه، او احط له ميه يشتغل، او اشغل ماكينات بميه، فما ينفعش. لكن هي الميه اساسيه في ايه؟ ان الميه هطلع منها الشق بتاعها اللي ممكن يبقى طاقه. الميه مكونه من شقين، الاكسجين والهيدروجين اللي هي H2O. يبقى انا افصل الاتش عن الاكسجين عن الهيدروجين، واخد الهيدروجين استخدمه هو الطاقه البديله النظيفه الخضراء. هو ليس له لون، هو لونه مش اخضر، لكن اللون الاخضر بنطلقه امتى؟ لما اكون انا قدرت احصل على الهيدروجين بطريقه خضراء، يعني بطريقه استخدمت نوع من الكهرباء ناتجه من كهرباء لا ينتج عنها انبعاثات. انما الكهرباء العاديه اللي ناتجه في محطات القوى اللي بنستخدم فيها الغاز الطبيعي او بنستخدم فيها المازوت، ده ما اسموش اخضر، ده اسمه كهرباء عاديه بينتج عنها انبعاثات، والهيدروجين اللي ينتج في العمليه دي طبعا للحاله بتاعته. يعني لو الهيدروجين ده جاي من الغاز الطبيعي وعملت له حاجه اسمها ستيم ريفورمينج، غيرت خدت الهيدروجين اللي في الغاز الطبيعي وفصلته عن بقيه الغاز وطلعت ثاني اكسيد كربون علشان اصنع منه الامونيا في صناعه الاسمده، يبقى انا في الحاله دي اسمه الجري، يبقى هيدروجين جري. ليه؟ لانه ما طلع مش بالطريقه ان انا الطريقه الخضراء. طريقه صناعه اليوريا ما تعتبرش ملوثه للبيئه، هي الطريقه ان انا باخد الغاز الطبيعي اخد منه الهيدروجين وبعدين ثاني اكسيد الكربون بيبقى نفصله لوحده، وبعدين ناخد ثاني اكسيد الكربون هيتفاعل تاني بعد كده مع الامونيا اللي صنعناها من الهيدروجين اللي احنا طلعناه من الغاز الطبيعي. يبقى عملنا امونيا تتفاعل مع ثاني اكسيد الكربون تديني حاجه اسمها كارباميت، الكارباميت تديني اليوريا، وبكده ابقى انا ما طلعتش اي انبعاثات من هذه الصناعه على الجو، فهي ليست صناعه ملوثه للبيئه. اجل صناعه الامونيا، لو صنعت الامونيا صنعت برضو الامونيا من الهيدروجين اللي منتج من الغاز الطبيعي هيطلع ثاني اكسيد كربون، لو سبته طلع على الجو بقت ملوثه للبيئه. لكن لو انا في مصانع الامونيا ما بيعملش كده، بياخد يصنع الامونيا يعمل منها
الامونيوم نيتريت او النترات اللي هي الاسمده، وثاني اكسيد الكربون بيعبأ في اسطوانات عشان يستخدموه في اغراض اخرى زي انتاج الثلج الجاف او استخدامه في المشروبات الغازيه. يبقى برضو دي ليست صناعه ملوثه، لكن الاكسجين الهيدروجين اللي طلعناه في الحاله دي ما هوش اخضر، لان مستخدمينه بطرق تانية داخل فيها الغاز بتاع الغاز الطبيعي. في طرق تانية بنطلع بيها اسمها التركواز، بناخد الغاز الطبيعي نطلع منه الفحم اللي هو الكربون بلاك، والهيدروجين في الحالة دي بنسميه تركواز. في النوع البينك اللي هو لونه على محمر، ده بيبقى ناتج من الطاقة النووية، فالطاقة النووية بنتج بها كهرباء. في الحالة دي الهيدروجين اللي خارج منها اسمه هيدروجين بينك. اللون الاصفر لو انا استخدمت الطاقه الشمسيه في عمليه التحليل الكهربي للميه علشان خاطر اطلع منها الهيدروجين. فالحاجات دي كلها لو انا اخذت الهيدروجين عملت عمليه البارشال اوكسيديشن للفحم، في الحاله دي اسمه بلاك. فهو الالوان كلها ناتجه من طريقه التصنيع وليست لون للهيدروجين. الهيدروجين ليس له لون وليس له طعم وليس له، هو غاز عديم اللون والطعم والرائحة. طيب هو بيعمل ايه بقى؟ هاخد الهيدروجين ده علشان خاطر استخدمه في المعدات زي غلايات او عربيات، اتوبيسات، طيارات، محركات يعني كلها، توربينات عشان اشغل بيها. طيب لما بحرقه بقى بيتعرض للاكسجين، هيتحول لايه؟ يبقى هيدروجين مع الاكسجين هيديني بخار ميه، بخار الميه بعد كده يتكثف ويفضل على الارض. يبقى انا حتى لما اخد الميه عشان انتج منها الهيدروجين بعمليه الالكتروليزس، انا ما خلصتش الميه اللي موجوده على سطح الارض. الهيدروجين بيمثل حوالي 70 الى 71% من مساحه الكره الارضيه، والميه نفس الحكايه. يبقى انا ما اثرتش على كميه الميه اللي موجوده، لانه هو بيرجع يبقى ميه تاني. يبقى دي الطريقه دي احنا قدرنا ان احنا نتغلب على ان احنا نطلع انبعاثات على الجو، وبالتالي يبقى العملية هتبقى في سبيلها اننا نقلل هذه الانبعاثات. طب ايه هي بقى الطاقة اللي انا هستخدمها عشان اولد الكهرباء؟ في حاجة اسمها الطاقة الجديدة والمتجددة. جديدة يعني ما استعملناهاش قبل كده، ومتجددة يعني هي على طول بتفضل مستمرة معايا. الطاقة الجديدة اللي هي عندنا احنا طاقة الشمس، دي طاقة موجودة وبنستخدمها، بنعمل في يعني ألواح معينة بتبقى مصنعة من نوع معين من السيليكون، والألواح دي بتتعرض للشمس وتقدر تخزنها وتقدر نطلع منها طاقة بنستخدمها في توليد الطاقة الكهربية. في الطاقة النووية بتبقى بعملية الانشطار لنواة معينة زي النواة بتاعة اليورانيوم، فدي برضو ما فيش منها أي انبعاثات. في طاقة الرياح، طاقة الرياح بتدور توربينات معينة، توربينات هوائية، ودي برضه ما فيش منها اي انبعاثات. التوربينات الهوائيه دي موجوده من زمان قوي، وكنا زمان نقول عليها طواحين الهواء اللي موجوده في هولندا، كانوا بيولدوا منها كهرباء، واحنا كنا فاكرينها هي بتلف كده وخلاص، لكن هي برضه كانت لتوليد الطاقه الكهربيه. في الهيدرو باور اللي هي زي السد العالي، الميه بتدور بتطلع بتنزل من مساقط عاليه بتدور التوربينات، والتوربينات تشغل ترانسفورمر وتولد لنا الطاقة الكهربية. كل دي طاقات يعني جديدة ومتجددة ولا ينتج عنها أي انبعاثات، ولما أعمل بيها بالكهرباء اللي ناتجة منها عمليات الإلكتروليسيد للمية، الهيدروجين اللي ناتج اسمه هيدروجين أخضر. في طريقة الحقيقة تاني لإنتاج الهيدروجين، وهو باستخدام الألومنيوم. الألمنيوم عنصر نشيط جدا، مجرد ما يقابل المية ما يكون ألمنيوم نقي بيحصل تفاعل بينه وبين المية ويطلع هيدروجين. طيب أما أطلع الهيدروجين من الألمنيوم بيطلع معاه أكسجين، فالأكسجين اللي طالع بيعمل أكسدة للأقطاب ويكون طبقة من أكسيد الألمنيوم أو هيدروكسيد الألمنيوم، يمنع أن التفاعل يفضل مستمر فيوقفه. طيب نعمل إيه علشان خاطر نوقف العملية دي؟ الحقيقه في دراسات كتيره بتتعمل في الام اي تي في امريكا وعلى مستوى العالم، كتير قوي بيحاولوا يشوفوا ازاي استخدم الالومنيوم من غير ما يحصل عمليه الاكسده او توقف عمليه الانتاج الهيدروجين. فلقيوا انه في ممكن نعمل حاجه اسمها امالجم، مش سبيكه يعني، بعنصر اسمه الجاليوم.
الجاليوم مع الالومنيوم بيقدر يعمل الجاليوم عنصر او ميتال هو سائل عند درجه حراره الغرفه، يعني هو درجه انصهاره حوالي اقل من 30، يعني 29 ونص، فهو سائل هيتحط على الالومنيوم يعمل عليه طبقه ويخترق الجزيئات بتاعته ويغطيها ويمنع ان عمليه الاكسده تتم على الالومنيوم، ويفضل الالومنيوم شغال يطلع الهيدروجين. في الحاله دي انا اقدر استخدم الهيدروجين في موقع معين عايز هيدروجين لغلايه، انا هعمل العمليه دي في الموقع ده ومش محتاجه بقى انقل الهيدروجين من مكان لمكان او اضغطه واخزنه، لان الهيدروجين في نقله صعب. الهيدروجين عشان انقله من بلد لبلد محتاج ان احنا نضغطه نحوله لسائل، ونقله برضه في مخاطر، لأن الهيدروجين زي ما بنقول عنصر يعني شره ونشيط، هيعمل يخترق الحديد ويعمل حاجة اسمها امبريتلمنت، هشاشة للحديد. ليه؟ لأنه بيخترقه ويدخل على جوه الحديد، في عنصر الكربون موجود يتحد معاه ويجون ويكون الميثان، والميثان مولوكيول كبير أو جزيء كبير بيعمل انفجارات في المعدن نفسه. فيبقى احنا عشان نتغلب على دي مش محتاجين بقى ان احنا نقعد نعمل كميات كبيره من الهيدروجين بالطرق العاديه بتاع الالكتروليز، لكن لو انا في مكان قدرت انتج الهيدروجين للاستخدام اللي انا هستخدمه فيه على طول، يبقى مش محتاج ان انا لا اكبسه ولا اخزنه ولا انقله. نقل الهيدروجين برضه حاجه صعبه، لو احنا نقلناه بتراكس، لو نقلناه ببواخر بتشتغل بطاقه عاديه، يبقى برضو العملية دي دخلنا في ان احنا حولناها من الاخضر الى حاجة تانية ما بقاش اخضر، ان احنا استخدمنا طاقة مستخدمة بالوقود الاحفوري. فهي الطرق العالمية الحقيقة كلنا بنفكر ازاي نقدر نستفيد من اللي ربنا حبانا بيه الجو. مصر من الدول اللي ان شاء الله بنبحث او شغالين على ان احنا يبقى لنا شيرنج في الانتاج العالمي من الهيدروجين في حدود 8%. احنا حاليا ماشيين في الطريق ده، والاوريدي بدينا سنه 26 هيبدا عندنا انتاج الهيدروجين الاخضر، وهننتج منه الامونيا. عشان انتج الهيدروجين الاخضر هطلع منه امونيا ازاي؟ هتاخد النيتروجين من الهواء الجوي ويتفاعلوا مع بعض ويديني الامونيا. الامونيا نقلها اسهل من نقل الهيدروجين، والطاقه اللي بتطلع منها لما احرقها اكبر من الطاقه اللي طالعه من الهيدروجين. لكن طب هنقول ما احنا لما نحرق الامونيا هيطلع عندنا ثاني اكسيد النيتروجين، ده ملوث للجو. في عندنا طرق برضو بنقدر نمنع الاكسده بتاعه النيتروجين في الامونيا، بان احنا بنضيف لها نوع من العامل المساعد او الكاتاليست عباره عن كولينايت يمنع الاكسده بتاع النيتروجين، وتفضل النيتروجين يطلع لوحده ونستخدمه تاني لتكوين امونيا. فالعمليات الدراسات العالمية ودراسات الأبحاث على مستوى العالم وفي الجامعات شغالة على قدم الوسائق، بحيث إن إحنا على سنة 30 نكون فعلا وفقنا الأوضاع زي ما التوصيات اللي تمت في كاب 27، علشان خاطر نقلل الانبعاثات اللي موجودة ونقلل درجة حرارة الأرض. ف يعني الأمونيا الخضراء والصناعات الخضراء إن شاء الله في سبيلها إن إحنا نكون فعلا اتغلبنا على المشاكل دي. اما انتج الامونيا من الهيدروجين اللي انا انتجته بالطريقه الخضراء بقت اسمها برضو امونيا خضراء، يبقى احنا ان شاء الله في سبيل ان احنا الزراعه بتاعتنا تبقى كلها بالامونيا الخضراء، والفوسفات اللي احنا بنستخدمه برضو بطاقه كهربيه تكون منتجه بطاقه جديده ومتجدده، يبقى الاسمده اللي عندنا هتكون كلها اسمده خضراء لا نستعمل فيها اي انبعاثات. طيب دلوقتي في مصانع الأسمدة عندها مشاكل في كمية الغازات أو الغاز الطبيعي اللي محتاجينه عشان إنتاج الأمونيا، هيعمل إيه؟ اللي هيحصل إن هو هياخد المية يطلع منها الهيدروجين اللي هو هيحتاجه لصناعة الأمونيا. يبقى إذن المصانع المتوقفة حاليا أو المتعطلة حاليا علشان خاطر عملية إن ما فيش غاز طبيعي، لا تقدر تشتغل بالمية وينتج زي ما ربنا قال لنا بقى وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى أنا هنتج الأسمدة من المية، وبالتالي من المية ومن الهواء، يبقى أنا دولت هقدر أستعوض عن إن أنا ما يبقاش عندي فيه غاز طبيعي. العملية دي مش جديدة، العملية دي مصر عملتها من سنة 60. كان عندنا مصنع في
كيما في أسوان أما اتعمل السد العالي وكان موجود سد أسوان، السد أسوان كانت كمية الطاقة الكهربائية اللي طالعة منه كبيرة أكتر من الاستهلاك اللي لازم، فقالوا هنعمل إيه بيها؟ فعملوا عملية تحليل كهربي للمية وعمل مصنع كيما أنتج الهيدروجين وأنتج منه الأمونيا الخضراء وشغل وعمل النطارات، وكان مصنع يعتبر مصنع أخضر لكن للأسف هو متوقف حاليا، وأتمنى أنه هو يشتغل الحقيقة. فإحنا في تابلنا أن كل الصناعة صناعة الأسمدة هتعتمد على الطريقة التحليل الكهربي للمية وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وبكده يبقى تحولنا إلى الحالة اللي يعني ما فيش فيها أي تلوث للبيئة. ويعني البعثات اللي كانت حاصلة دي أثرت علينا في حاجة تانية كمان، من ارتفاع درجة حرارة الأرض رفع درجة حرارة المية، التلج اللي موجود في الشمال ساح وهينزل على الدول اللي زي عندنا كده، يمشي يملأ المحيطات والبحار، ومن ضمن البحار البحر الأبيض المتوسط. هيبقى لازم نشوف حلول، وهي احنا في سبيلنا لإيجاد هذه الحلول حاليا بأننا بنرفع مستوى الشواطئ علشان خاطر الدلتا واسكندرية ما تغرقش. فإن شاء الله كلها يعني بنحاول ان احنا نحل المشاكل اللي ناتجة عندنا من الانبعاثات. حاجة تانية بتتعمل والناس كلها مستغرباها، ليه كل الطرق والكباري اللي بتتعمل دي؟ الطرق والكباري عشان نقدر ننقل المنتجات بتاعتنا بسهولة، علشان خاطر العربيات هتمشي مش ببنزين بقى ولا بكده، هتمشي وتتحرك يا اما بالكهرباء اللي ناتجة من الهيدروجين او بالهيدروجين مباشر. الحاجة التانية في عندنا المونوريل اللي بيتعمل دلوقتي، بيتعمل علشان هيشتغل بالطاقة الكهربية الخضراء اللي ناتجة من الهيدروجين أو بالطاقة الكهربية اللي ناتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة البحار. طاقة البحار لغاية النهاردة في مصر للأسف ما استعملناهاش، برغم إن إحنا عندنا شواطئ كتيرة، البحر الأحمر والبحر الأبيض، وكان ممكن قوي كل القرى السياحية اللي موجودة على البحر في كل مكان كانت تشتغل الكهرباء فيها باستخدام طاقة طاقة الأمواج، ودي سهلة جدا، بيحط نوعين يعني اسطوانتين على البحر يتحركوا بعكس بعضهم مع تحركة الموجة، ومع هذه الحركة بتقدر تشغل الترانسفورمر أو تشغل حاجة زي التربينات برضو وتولد الطاقة الكهربية اللي لازمة. وأنا شايف أنه تقريبا هنبدأ أن احنا نعملها. طيب يبقى احنا عندنا كده هنقدر أن احنا نعتمد على طاقة البحار، ودي طاقة مش هتكون مكلفة قوي، هنقدر ان احنا برضو نشغل نستعمل الالومنيوم وخام الالومنيوم في ان احنا نعمل اقطاب تتحط في المية تطلع لي الهيدروجين من غير ما استعمل كهرباء خالص، وتتحط في اي نوع مية زي المية بتاعت المصرف بتاع بحر البقر، زي المية اللي موجودة برضو في بحيرة قارون. المية دي كلها مياه مناسبة ان انا اطلع منها هيدروجين بسهولة، بمجرد ان انا اضع فيها انواع من الالومنيوم بسبائك معينه او بامالجاميشن معين، يكون مع السيليكون مع مغنيسيوم مع الجاليوم، وقدروا ان هو يطلعوا بيه كميات كبيره جدا من الهيدروجين. بتهيألي كده انا اكون غطيت على كل اللي مطلوب، ولو في اي اسئله. شكرا يا دكتورة، الحقيقة يعني ربنا يبارك فيكي، فكرة يعني مبدئية وجميلة الحقيقة على الهيدروجين، والحقيقة مدخل محترم جدا الحقيقة. يعني برحب يعني بشكر حضرتك الحقيقة بالمجهود الكبير اللي حضرتك قلتيه. احنا عندنا بعض الأسئلة اللي جات على الخاص، انا وهفتح طبعا الأسئلة لدكاترتنا الأفاضل. اول حاجة طبعا إكراما للضيوف جميعا او للحاضرين، انا هفتح الأسئلة بالميكروفون. حضرت اتفضلوا الافاضل. دكتور طارق اتفضل. دكتور طارق صبري اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. دكتورة فايزة، طبعا العرض ممتع وبسيط وسهل ومتميز، وفي افكار كتيرة بصراحة يعني، واوجزت فانجزت في هذا الموضوع. ولكن اعتقد ان يعني لان النقطة كلها هو الميكانيزم اللي انا بقى يعني الميكانيزم اللي انا بولد به الهيدروجين، تمام. تاني حاجة، طب كيفية التجميع؟ هي دي اعتقد يعني يعني الحاجة اللي احنا محتاجين ان احنا نفهمها بشكل كويس. شكرا يا فندم.
عفوا حضرتك، كل دي عمليات هندسية الشركات المتخصصة بتعملها. يعني هو احنا هننتج الهيدروجين، طريقة تجميعه بقى هيجمعه بمواسير معينة، يدخل على خزانات معينة، إذا هيستخدمه على طول زي الهيدروجين اللي هتنتجه لاستخدام لحظي في محطات معينة، هيطلع على طول يدخل في ماسورة، يدخل على بيت النار مثلا في غلاية، هيدخله ممكن مع غاز طبيعي. يعني كل دي عمليات هندسية هتتعمل من الشركات المتخصصة في النواحي الهندسية بتاعة بيت النار أو عمليات الاحتراق والحاجات دي. لكن احنا بنتكلم هنا عن إنتاج الهيدروجين نفسه، لكن استخدامه بعد كده في بقى طرق كتيرة. يعني مثلا في البويلرز ممكن يستخدم هيدروجين ويستخدم معاه غاز طبيعي، يبقى هنقلل الانبعاثات، لأن في حاجة اسمها برضو تذاكر الكربون، إن أنا كل ما قللت الانبعاثات كل ما كان عندي ميزة لده. والشركات هتبقى أو الدول النهاردة هيبقى عليها غرامات على نسبة الكربون اللي مطلعوها في الجو، فبيشتروا من بعض، اللي بينتج كتير يشتري من اللي ما بينتجش، بحيث ان هو تبقى الكميات اللي هو عنده يدفعها الغرامات على الكربون اللي طالع تبقى قليلة. بالنسبة للبصمة الكربونية للمصانع، أكتر مصانع بتطلع كربون طبعا مصانع الأسمنت. فمصانع الأسمنت الحاجة اللي ممكن أنا أقلل بيها اننا ندي هيدروجين مع الغاز الطبيعي او مع الفحم اللي هو بيحرقه، بحيث ان احنا نقلل الانبعاثات اللي طالعه من عنده، بان احنا يعني نخلص منها 10% او 20% على حسب الهيدروجين اللي ممكن انتجه عنده واديه له عشان حتى يحرقه. كل عمليات الاحتراق دي لازم يكون في تعديلات هتتم في الفنيات، تعديلات هتتم هندسيه في بيت النار. وهنا برضو انا في حاجات قلتها قبل كده في مؤتمرات، انه الشركات العالميه لازم تتكاتف مع بعضها، العالم كله النهارده الكره الارضيه بقت قريه، اللي انا بعمله عندي بيأثر على الشمال، واللي في الشمال يأثر على اللي بعده وهكذا. يبقى لازم نتعاون مع بعض، ما فيش مغالاه في ان هو يديني النهو اللي عنده او يديني التكنولوجيا بتاعته، بحيث ان انا اقدر اشغل المعدات بتاعتي او اقدر اعمل التعديلات اللي لازماني. شكرا تمام، دكتورة، ربنا يبارك فيكي. سؤال تاني تفضلوا، سؤال من الدكاترة تفضلوا، اللي عايز يتكلم يفتح الميكروفون، تفضلوا حضرتك. سؤال من الأفاضل، دكتور عبد المجيد، الناس اللي حضرت تفضلوا يا جماعة، أي سؤال في اللي قالته الدكتورة. طيب انا دكتوره، انا جاي لي على الخاص اسئله خاصه بانه احنا عندنا تحديات كتيره في موضوع الهيدروجين بالنسبه للكالتشر بتاعنا، يعني المجتمع المصري. الحقيقه انا بتكلم على الانسان العادي او يعني المقياس الاستثمار في المستثمرين الصغيرين، يعني ده برضو نقطه مهمه قوي. هل المستثمر الصغير يقدر يفتح انتاج للهيدروجين في المكان بتاعه؟ ده نقطة. النقطة الثانية خاصة بموضوع التخزين والنقل، نقل الهيدروجين وتخزينه، ده برضو تحدي كبير هيبقى قدام العلماء زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي. يبقى احنا عندنا نقطتين مهمين قوي علشان نقدر ننقل القصة دي بيهم، مع الطاقة المتجددة زي طاقة الرياح وطاقة الـ والطاقة الـ طاقة الشمس يعني. فعايزين حضرتك، يعني حضرتك نقدر ناخد تصور كده ايه اللي نقدر نعمله والله. يعني. الحاجة اللي هنقدر نعملها، وأنا شخصيا عجبني فكرة إن إحنا ممكن في أي نوع مية، لما أستخدم الأقطاب الألومنيوم بالأمالجاميشن اللي هتتعمل لها، وأنا ببحث في الموضوع ده وعاملة اتصال مع الإم آي تي في أمريكا، على إن إحنا وبفكر حتى أدعو بعض العلماء من هناك يقول لنا هنا مصر عشان نشوف إزاي ممكن نعمل العملية دي. وهتبقى سهلة جدا بقى، إن أي مصنع هيستخدم ميه جنبه يقدر يطلع بيها الهيدروجين، يستخدمه في الغلايات بتاعته، يستخدمه في الاغراض اللي هو عايز يطلع بيها طاقه منه. فدي العمليه لازم يكون برضو زي ما بقول تعاون بيننا وبين العالم، انه برضو العنصر بتاع الجاليوم عنصر من الحاجات النادره قوي، عنصر لو هو عند درجه حراره الغرفه هو زي الزئبق سائل، فيبقى محتاج ان احنا، هو نادر ما هوش كتير يعني، فمحتاجين برضو الدول اللي عندها الجاليوم تتعاون معانا، وان احنا نقدر مع بعضنا نقدر نعمل العمليه دي. مصر عندنا فيه الالومنيوم، خام الالومنيوم موجود عندنا، ما فيش فيه مشكله،
بس المشكله هتبقى في الجاليوم اللي نجيبه منين. انا حاليا بدور عليه، ومتهيألي اي واحد او اي شركه مش ضروري تكون كبيره قوي ممكن تطلع هيدروجين بالطريقه بتاعه الاقطاب الالومنيوم، وهي مش محتاجه كهرباء خالص، والالومنيوم بيتحط في الميه وبيطلع الهيدروجين على طول. فدي ده برضو من يعني دعوة من ماتريكس، طبعا دعوة من ماتريكس للتعاون في موضوع الجاليوم. واحنا الحقيقة بنوجه كل رسالة لكل الافاضل، علمائنا المصريين، علمائنا العرب اللي بيسمعونا حاليا، ان هم يعني يتعاونوا معانا في موضوع الجاليوم. ويعني حتى لو الموضوع موجود نعرف المصادر بتاعته. انا طبعا يهمني اسمع دكتورنا الدكتور صهيب حميدي من الامارات. اتفضل يا فندم. السلام عليكم جميعا، والله يعطيك العافية دكتورة، وشكرا لماتريكس يعني أتاحت لنا الاجتماع مع حضرتك وتلقي هاي الأفكار. فعلا يعني رغم أنه البرزنتيشن يعني نوعا ما قصير ريلاتيفلي، إلا أنه يعني ما شاء الله يحوي على معلومات وفعلا يعني أفكار عديدة ومتنوعة، وبيطلع منا أفكار وأسئلة. فيعني استسمحك إنه يكون عدد من الأسئلة اللي أرجو إنه تفيد الآخرين. بخصوص حضرتك تفضلتي بموضوع تخزين الهيدروجين ما بعد الإنتاج، بداية هل يتم تخزينه على شكل غاز أم على شكل سائل؟ وفي حال يعني أنه غاز أو سائل، هل في فترة صلاحية للخزانات أو الأسطوانات اللي يتم تخزين الهيدروجين فيها؟ هاي أولاً. طبعا في يعني طبعا هي لها مواصفات معينه في السمك بتاعها، في نوع الحديد او التبطين بتاعها، علشان خاطر زي ما قلت هو بيعمل احتراق للمعدن ويعمل حاجه اسمها، حتى في الغلايات عندنا الكلام ده، يعني ان لما تعمل عمليه غسيل كيميائي لغلايه، الغسيل نعم الكيميائي بالاحماض بينتج عنه هيدروجين، فالهيدروجين اللي بينتج في عمليه الغسيل بالاحماض بيعمل احتراق للمواسير ويعمل حاجه اسمها امبريتلمنت، وده ممكن بنشوفه كتير جدا بعد عمليات غسيل كيميائي او غسيل باحماض للغلايات، يحصل فيها تلاقي مواسير تبدا تنفجر ومواسير تفضل تضرب معاك، وده بسبب الهيدروجين اللي نتج من الحامض. فالهيدروجين عنده شراهه فظيعه جدا كمان للتفاعل مع الاكسجين، فعشان كده تخزينه ما هوش سهل. وفي اتجاهات حاليا ان هو يتخزن في قمائن بتاعه اللي هي فضيت من الغاز الطبيعي او فضيت من البترول، يخزنوه في باطن الارض. ففي طرق كتيره الحقيقه، والعالم كله شغال على قدم وساق ان هو نقدر نوصل للاجهزه والمعدات لتخزينه، لكن اللي انا شايفاه انه دلوقتي الاتجاهات ان هو تخزينه ما بيكونش كهيدروجين، بالاكثر يكون امونيا، نقله بالمراكب او للاماكن مختلفه يكون برضه أمونيا وليس هيدروجين. فإنما أنا شايفة علماء العالم كلهم شغالين على إزاي نقدر نوصل للطرق اللي إحنا نخزنه بيها من غير ما يكون له الأضرار الكبيرة اللي إحنا بنشوفها، لكن طريقة إنتاجه من الألمنيوم مش هتحتاج تخزين، إن هي هتبقى لوكالي، تقدر في المصنع تعمل تجيب المية، ومش ضروري تكون مية معالجة. في كمان طريقة تانية غير الجاليوم الحقيقة، في المية القلوية ممكن بيستخدم الكالسيوم هيدروكسيد، سوري، البوتاسيوم هيدروكسيد والصوديوم هيدروكسيد، يحول المية لنوع قلوي، وبالتالي برضو يقدر عدم أكسدة الألومنيوم اللي موجود وينتج الهيدروجين بالطريقة دي. الحقيقة دي الطريقة دي أنا بدرس فيها، وإن شاء الله نوصل برضو إن إحنا ممكن الجاليوم اللي هو نادر ده ما نحتاجلهوش، ونستخدم المية تكون مية قلوية. وانا شايفه في دراسات اتعملت في المركز القومي للبحوث على موضوع المياه القلويه، هعمل اتصال برضو مع المختصين اللي عملوا الدراسه دي، ونشوف ان شاء الله نقدر نطبقها ازاي. ده كمان سؤال من الدكتور طارق في الحتة فعلا دي، يعني بيقول هل المعلومات، الأحمال. اتفضل يا فندم، اتفضل يا دكتور، اتفضل. اذا سمحت، بخصوص في السيارات اللي حاليا يعني في توجه انه تشتغل على الهيدروجين، واتوقع في كوريا الجنوبيه
في يعني لوكالي، يعني عندهم هاي التجربة. ما بعرف تأكدي لي هاي المعلومة إذا تكرمتي. وفي حال إنه كان في في مثل هيك موجود سيارات، موجودة أي في موجود فكيف تقريبا كده. آلية تخزينه؟ يعني هل ممكن نستفيد من آلية تخزين الهيدروجين كوقود لحتى يكون آلية تخزين في المصانع؟ يعني انا بقول لحضرتك ان هو يعني لسه دراسات التخزين بتاعته في المصانع دي تحت دراسه، لانه معدن، وهل يتحول الى سائل تحت ضغط ولا هيبقى عادي هو زي ما هو يعني. سوري. فعلشان كده بنقول ان حاجات كتيره لسه تحت الدراسه ولسه لم تكتمل، انما ان في اوروبا في عربيات حاليا ماشيه بالهيدروجين، في اتوبيسات شغاله بالهيدروجين، فانما نعم طبعا لسه التكنولوجيا ما جاتلناش. يعني احنا عارفين ايوه ان هم شغالين بيه، وفي ناس بتروح تمون، وبشوف افلام ان فيها تموين من الهيدروجين للسيارات والاتوبيسات، لكن هو مخزنه ازاي؟ طبعا مخزنه اكيد في باطن الارض عنده عشان مطلعه عشان يغذي بيه العربيات او الاتوبيسات. نعم ففي طرق كتيره الحقيقه، وحاجات كتيره وافكار كتيره من دلوقتي لغايه ما نوصل لسنه 30 نكون وصلنا لحاجات كتيره. واحنا عندنا في مصر اوريدي بادين وبدينا وصدرنا امونيا خضراء للهند، وعلى سنه 26 هنكون انتجنا كميه يعني معقوله قوي، حوالي 3 مليون طن هيدروجين متعاقدين عليها. على سنه 40 هنكون ضاعفنا هذه الكميه، على سنه 50 هنكون فعلا خدنا 8% من الانتاج العالمي، وده كميه كبيره قوي قوي ان شاء الله. دكتور صهيب، أي سؤال تاني؟ دكتور صهيب؟ حيطلع يعني نعطي الفرصة للزملاء. الله يبارك فيكم الله يكرمك جميعا. يا فندم. طيب، هو في سؤال على الخاص بس جاي، يعني بيقول لحضرتك ما هي مقومات مصر اللي تخليها يعني من ضمن بلاد العالم اللي الدراسة الاقتصادية فيها لإنتاج الهيدروجين هي دراسة مصر ناجحة يا دكتورة؟ ايوه لماذا حضرتك، مصر مصر يعني؟ ليه مصر؟ ربنا حبانا بالشمس طول السنة، ودي مهمة جدا عشان الطاقة. ربنا حبانا برضو من ممرات هوائية كتيرة، وعندنا هيبقى في عندنا وأوريدي عندنا في الزعفرانة وفي طريق المنيا عاملين طاقة الرياح، عندنا برضو إن شاء الله طاقة الأمواج، عندنا السد العالي، وعندنا سد أسوان بننتج بيها الهيدرو، فكل دي طاقات ما ليس منها أي انبعاثات هينتج بيها الهيدروجين الأخضر. فيبقى احنا اوريدي ربنا حبانا بده، عندنا ميه كافيه كميات كبيره، عندنا بحار، عندنا مصرف زي مصرف بحر البقر في كميه 24 ألف متر مكعب متعالجه في الساعه، فيعني كميات كبيره جدا جدا من المياه موجوده هنقدر ان احنا نطلع بيها هيدروجين. وعشان كده احنا قلنا اشتغلنا على الحته دي، وكان في اجتماع بين الاتحاد الاوروبي وبين مصر في اواخر شهر 6، واتفقنا على عقود كتيرة جدا جدا للهيدروجين إن شاء الله نشتغل يعني ما عليه. شاء الله بفضل الله يا دكتورة، الموقع والهبات الطبيعية لمصر بالضبط بتؤهلها أيوه يعني وجودها بالضبط ما بين أوروبا وما بين الشرق الأقصى، وكمان أيوه كل الهبات الطبيعية زي ما حضرتك قلتي، المية المتوفرة، الطاقة اللي ممكن كمان، أعتقد إن ممكن مشروع الجديد بتاع محافظة القطار إن شاء الله بإذن الله يكون داخل حيز التنفيذ قريب، وأعتقد إنه أكبر مشروع ممكن يكون طاقة على مستوى العالم. نتمنى يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يلهم مصر إن هي إن شاء تعمله، الله. فممكن ده فعلا يكون تطبيق. طيب، أنا بشكر حضرتك، بس هتوجه للمجموعة من الأفاضل اللي موجودين معانا، مهندسة شانيل الحفناوي، والحقيقة كانت يعني دكتور المهندسة شانيل كانت أعتقد إن هي كانت عملت حاجة قريبة من الهيدروجين، حاجة أو احتكت بيه الشركات. هل ممكن مهندسة شانيل تدينا فكرة عن المشروع اللي حضرتك أو قمت بيه سيان، يعني كان في أي مكان؟ هل حضرتك تقدر تكلمينا؟ هل حضرتك في وضع تقدري تتكلمي ولا مهندسة شانيل؟ اللي هو مشروع مصر. منورة الدنيا، منورة الدنيا، أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. لا صراحة أنا أكثر أشتغل مع الدكتور عندي كتير، بعد ما اشتغلنا بالعيد اثنين بعد ما في دمان على الموضوع، هلا عم يعملوا أبحاث كثير شكوك بس بلبنان أكثر التوجه كله.
اشكرك مهندسه شانين، متشكر جدا لحضرتك. طيب دكتور عبد المجيد او مهندس هاني، مهندس هادي، يعني اي حد يا جماعه عنده سؤال، لانه طبعا يعني الهيدروجين احنا في البدايه دي انا هنعتبرها ضربه البدايه من الدكتوره في ماتريكس، لكن ان شاء الله باذن الله احنا وعدكم بتفاصيل اكتر، وانا متاكد ان احنا ان شاء الله باذن الله هنقدر واحده واحده نخش للنو هاو ونطلع كل النو هاو اللي موجود سواء في التخزين او في الانتاج. وكمان الاعتماد يا دكتوره، انا يعني انا بتشكر حضرتك انه الاعتماد على المواد المحليه، يعني انا باكد الاعتماد على المواد المحليه، يعني ده مهم دكتور طارق. لو طبعا يعني انا اتمنى ان مصر تعتمد 100% زي ما حضرتك قلت الالومنيوم، وان شاء الله باذن الله ندور على دراسات بديله للمواد المستخدمه في الانتاج او في النقل او في التخزين. طيب دكتور طارق لو تسمح. تمام تمام يا باشمهندس. طبعا احنا عندنا في مصر يعني ما اخسر محطات مياه الصرف، تمام، وما اخسر المصارف، تمام. هل انا في موضوع توليد الهيدروجين الاخضر من مياه الصرف، هل ده بيلتزم نوع معين من الجوده مثلا، يعني احمال عضويه مثلا عاليه بس تكون مثلا قليله؟ انت تقصد حضرتك يا دكتور طارق المياه المنتجه من الصرف، يعني اللي هي المياه الناتجه من الصرف الصحي، تقصد اللي هي تريتد ووتر، يعني مش المعالج. هي مش هتخش الميه الصرف، الميه المعالجه، يعني حضرتك الميه بالظبط كده يا فندم، بما تحمله من اورجانيك، من مواد عضويه. هل دي كلها خواص معينه على سبيل الخاطر اقدر استخدمها في الهيدروجين الاخضر، ولا ممكن يعني او استخدمها يعني انا عايز اقول، هل انا ممكن استخدم مياه الصرف الصحي المعالجه في توليد الهيدروجين؟ هو حاليا بنقول الاقطاب الالومنيوم هتقدر نستخدمها في اي نوع من المياه، المهم ما تكونش بس فيها تصفيات، فيها رواسب، يعني يكون فيها سيت حديد، ما يكونش فيها رواسب تيجي على الاقطاب وتترسب عليها. لكن اي نوع ميه، مش لازم تكون ميه محليه او ميه ارقو، ميه الارقو طبيعي بتتسلف كتير. احنا بنحاول نشوف الطرق اللي احنا نستخدم بيها مياه زي مياه ممكن نستخدم زي ما قلت بحر البقر، ممكن ميته تنفع، ممكن بحيره قارون ميتها تنفع، ممكن مياه كتيره وما تكونش معالجه تامه ثلاث مراحل يعني، ونقدر نطلع بيها لها الهيدروجين. هذا كونتينرز يعني يا دكتور طارق، يعني انه 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 ميه الصرف المعالج ممكن تكون يعني ككونتينرز للهيدروجين، يعني متحكم فيها شويه، اذا كنترولد يعني نقدر نتحكم فيها عن ميه البحر، اعتقد الدكتوره يعني لما. طيب مهندس هشام اتفضل. مهندس هشام السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. عليكم السلام. مشكور الدكتور، مشكور ماتريكس. ولكن بالنسبه يا دكتور للسؤال، عيوب الهيدروجين الاخضر، في عيبين هم استهلاك العالي الطاقه والسلامه او السبك الخاصه بال طبعا كلامك صح مظبوط، يعني احنا شايفين انه استهلاك عالي جدا بالنسبه للطاقه في انتاج الهيدروجين، وثانيا سلامه برضو، عارفين انه الهيدروجين عنصر شديد للتقلب وخاصه الاشتعال والانفجار والتسريب. ففي عايزين نشوف حل، يعني حل العيوب الهيدروجين الاخضر. ثانيا اوروبا كانت تحت دراسه خاصه بانتاج الهيدروجين، ولكن بالنسبه للطاقه الشمسيه او الطاقه غير موجوده، فنفت او كنسلت حوار انتاج الهيدروجين. يعني انت قصد حضرتك يعني كومبيرنج، يعني بالمقارنه بالطاقه المنتجه من الشمس والطاقه طاقه الرياح، النواحي الاقتصاديه بالمقارنه بالاثنين، بالاضافه ان الهيدروجين هيتحمل حاجتين اثنين، احتياجه لطاقه كبيره جدا كهربيه ونقل امن، وخاصه الـ يعني الصحه والسلامه بتاعته، مبادئ الصحه والسلامه هتبقى مرتفعه شويه. غير يا باشمهندس كمان، اللي هو البنيه التحتيه الخاصه بالنقل الطاقه الهيدروجين الاخضر بالنسبه لل كمان النقل يعني النقل حتى الان على ما يصل لي انه ممكن يكون
زي الغاز، زي الغاز الطبيعي، لكن هنروح للدكتوره نسمع منها طبعا استاذتنا الكبيره. الثلاث نقاط دول يا دكتوره بيقول لحضرتك هو بالنسبه لنقله، اذا انا انتجت الهيدروجين الاحمر نقلته بالتراكات شغاله بالبنزين او بالسولر، ابقى انا برضو ما عملتش، لازم في الحاله دي اكون انا وفقت اوضاعي، والتراك اللي انا هنقل بيه يكون برضو شغال بهيدروجين، يبقى يكون شغال ما يتمليش انبعاثات، يبقى احنا في الحاله دي نقلنا الموضوع كله للاخضر، يبقى الانتاج اخضر ونقله اخضر، وهو هيشتغل بان هو هيوفر لي الطاقه اللي لازمه من غير اي انبعاثات. لغايه دلوقتي كل الناس شغاله بان احنا نوصل لهذه الدرجه. في مهله عاطينها لنا بتوع الكاب 27، قال لك لغايه سنه 30 نكون وفقنا الاوضاع بان احنا بنبحث ونوصل لغايه ما نكون صنعنا المعدات وصنعنا الاجهزه وصنعنا وسائل النقل وقدرنا نوجد المخازن او الخزانات اللي هنحط فيها الهيدروجين او هنحوله لامونيا. كل ده في دراسات بتتعمل هنا عندنا في مصر، احنا صدرنا كمية من الهيدروجين او سوري من الامونيا الخضراء، لكن لغاية دلوقتي لسه ما خزناش عندنا، لسه الامور كلها تحت دراسة. على سنة 26 هنكون وصلنا، لان ان شاء الله حددنا ايه اللي هيكون اتعمل ونكون وصلنا للتخزين ووصلنا للحاجات الآمنة في استخداماته وتخزينه وكل الحاجات دي، لكن لغاية دلوقتي كلها في دراسة، لغاية النهاردة بنكتشف في حاجات جديدة. هو طبعا دكتوره يعني حضرتك، هو المهندس هشام يقصد انه قد يبدو يعني مبدئيا انه الدراسه الاقتصاديه اللي هو الكوست مقابل السعر او مقابل الانتاج او تكاليف الانتاج حضرتك، هو قد حاليا تبدو للهيدروجين عاليه. اتفضل يا فندم. حاليا سعر الكيلو من الهيدروجين المنتج بيوصل لحوالي 3.5 دولار. الاتجاه في ان احنا نحاول نقلل هذه التكلفه، عايزينه يوصل لغايه 1.5 او 1.8 الكيلو، يوصل تكلفته لده، وده مش هيبقى يعني مش قبل سنتين او حاجه كده، لغايه ما نقدر نخفض التكلفه ونوصل لغايه الكيلو يبقى ب1.5 او 1.8 دولار التكلفه، ودي تكلفه عالميه محطوطه على انه ده الهدف ان احنا نعمله حاليا في حدود 3 2.5 اقل حاجه و3 وشويه كمان. أشكرك يا دكتورة، ربنا يبارك في حضرتك. أي سؤال تاني خاص بموضوع النقل والإنتاج؟ مبدئيا هنعتبر المحاضرة دهيت يعني محاضرة يعني محظوظة ماتريكس إن هي تبدأ مع الدكتورة الحقيقة العظيمة فايزة، الدكتورة فايزة أبو زيد، الحقيقة تبدأ يعني بداية في موضوع الهيدروجين، هنعتبرها بداية إن شاء الله موفقة بإذن الله. وحن كل الاسئله وكل الحاجات ابعتوها لنا على الموقع وابعتوها لنا على الجروب علشان نقدر نبقى سابقين بخطوتين ثلاثه من الماركت، ونقدر ان شاء الله باذن الله نحصل على كامل النهاو. انا باكد لحضراتكم احنا عندنا يعني بعض النهاو، لكن ان شاء الله باذن الله هنعظم الفايده ونبعت كل التولز اللي موجوده. وطبعا الدكتوره فايزه اكدت على موضوع التصنيع، فده طبعا صناعه هتفتح مجال كبير جدا واسع جدا، وخاصه الـ يعني المعتمده على الخامات المحليه. فانا بدعو للناس كلها زي ما قالت الدكتوره فايزه، كل المجتمع العربي وكل المجتمع المصري وكل المجتمع الصناعي، ان هو يلتف حوالين القصه بتاعه الهيدروجين علشان نقدر نعمل نو هاو محترم ولوكال نو هاو. واحنا دلوقتي اهو ما عندناش اي حجه، لان احنا بادئين كتف بكتف مع المنظمات العالميه. اي عندهم تكنولوجي، لكن احنا عندنا عقول جباره بفضل الله تعالى تقدر يعني تقلل المسافه ما بين التكنولوجي الهاي تك وما بين الميديوم تك اللي هنسميها ان شاء الله الميديوم تك يعني عندنا. فانا بدعو في ماتريكس لحضراتكم جميعا للتكاتف، لان احنا نعمل نو هاو عربي ونعمل مكتبه كبيره ونعمل زي لاب مستمر يكون فيه كل القدرات العربيه قادره ان هي تحط المدخلات بتاعتها من الصناعه. مهندس الميكانيكا يجي يتكلم، مهندس الستريس اناليسيز يجي يقول يا جماعه طيب ما احنا عندنا مواد بتيله ممكن تحصل من مثلا الفايبر جلاس، لانه انا الحقيقه مش عاوز اروح ناحيه المعادن، وعايز اقلل استهلاك الطبيعه من المعادن، وعايز اروح لمواد بديله كمان نقدر نعتمد على المنتجات المحليه. عايزين تكاتف الحقيقه من كل المجتمع العربي.
في الهيدروجين علشان نقدر نعمل النو هاو بتاعتنا ونستف النو هاو بتاعتنا قبل العالم، مفيش مشكله. وعلى فكره اللي بيسبق هو اللي بيفرض كلمته على العالم، يعني بمعنى ان مصر لو وصلت لمواد بديله لوكال يعني منخفض التكاليف وقدرت تعمل سيستم كامل للانتاج وللنقل والحاجات دي، عايزه يا جماعه بصفه يعني شغل. واحنا عندنا ما عندناش الا الشغل صراحه، يعني احنا احسن من الاجانب ان احنا عندنا وقت طويل، فبالتالي نقدر نعمل شغل كويس جدا على هذا الموضوع. في سؤال تاني بيقول انه بخصوص الكهرباء المتولده من الطاقه الشمسيه، هل هناك تقنيات تعتمدها كمصدر طاقه لانتاج الهيدروجين الاخضر؟ يعني هنا برضو بنتكلم، دكتور صهيبي بيقول هل يمكن تخزينه في خزانات من السيراميك او النانو بوليمر؟ ده برضو مهم قوي. طبعا الكلام ده كله يعني انا الحقيقه بحوله للدراسه لعلماء ماتريكس بالذات، يعني احنا عندنا ما شاء الله يعني كميه من العلماء اللي بيزيد عددهم عن 50 عالم موجودين في الدول العربيه كلها، كل واحد يدلو بدلو يا جماعه، مهندسين ميكانيكا، الدكاتره الاستشاريين بتوع الميكانيكا، كل الناس اللي بتشتغل على النو هاو سواء الستريس اناليسيز وتشتغل على، والناس اللي محتكه بقطاع الغاز الطبيعي بالذات، لان احنا قريبين قوي من الغاز الطبيعي كبيهيفير، يعني عاوزين تتكاتف كل العمليه المنظومه دي كلها علشان نقدر نقف جنب بعضنا، وبعد كده ندي المعلومات دي للجهات اللي موجوده سواء يعني باي علاقه من العلاقات الماركت، ونقدر نشجع على الصناعات. انا ماتريكس بتفتح الحقيقه ابوابها لكل الباحثين في مجال التكنولوجيا الجديده والطاقه المتجدده الحقيقه، عشان نقدر نقيم النتائج دي ونقدر نحسبها على السوفت ويرز الكتيره اللي موجوده الحمد لله في ماتريكس، والادوات اللي موجوده كتيره، ونقدر بكده نطلع منظومه متكامله للصناعه، واحنا مرتبطين الحمد لله بالصناعه جيدا يعني، وطبعا اساتذتنا كلهم موجودين. الحقيقه يعني بنتهز الفرصه للترحيب بدكتور صهيب امارات، الدكتور مجدي، والدكتور حاتم فايد من مصر، مهندس هادي من مصر، دكتور عبد المجيد من مصر، دكتور طارق من مصر، استشاريه شانيل، مهندسه شانيل من لبنان، ودكتوره فايزه من مصر، مهندس هشام من مصر، والحقيقه دكتوره فايزه عبد المجيد ابو زيد، والحقيقه احنا بنفخر بمصريه الدكتوره فايزه. معلش يعني احنا في الحته دي شويه رايحين، لان الحقيقه دكتوره فايزه لها ابحاث ولها اوراق بحثيه على مستوى العالم، واعتقد الدكتوره فايزه حاليا هي عندها نو هاو بتاع تصنيع الكيماويات، طبعا بتقدم كل جهدها لكل الباحثين العرب وكل زملائها في الوطن العربي، وتعاون ان شاء الله مثمر مع ماتريكس. اي حد يعوز حاجه من الدكتوره فايزه انا تحت امره. اتفضلي. بقولها ان المجموعه كلها عايزين نكون مجموعه وكالات نتناقش فيها ونتبادل المعلومات، لانه لو وصل الحمد لله، لو حد يقدر يوصل ممكن نلاقي الجنه فين او في اي دوله او سعره ايه، يا ريت نبقى كلنا مع بعض ايد واحده بس ان احنا نقدر نوصل في الاخر ازاي ممكن ننتج الهيدروجين في الوطن العربي باسهل الطريقه وباقل تكلفه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه انا الحقيقه اتعرض عليا الجنسيه الامريكيه ورفضتها، وفضلت ان انا افضل مصريه بمصريتي كامله في مصر، وقلت الامريكيه جنسيتي بقالها 7000 سنه وانتوا جنسيتكم ما كملتش 300 سنه، فانتوا اللي تاخدوا جنسيه مصر مش انا اللي اخد جنسيه امريكا. الحقيقه بشكرك يا فندم، وانا صراحه تحيه حضرتك للجمله الكبيره ديت، يعني لو حد عايز يختار جنسيه خلاف المصرية، ما اعتقدش ان في جنسية تانية تاريخ اكتر من 7000. طبعا احترمنا كل الجنسيات يعني، طبعا انا بحترم حضرتك الله يبارك فيك، يعني رابح البيع دكتورة، يعني دكتورة بتؤكد على جنسيتها المصرية والعربية، طبعا يعني والعربية، جنسيتها المصرية والعربية ايضا طبعا طبعا يا فندم. ذخيرة كبيرة عندنا الدكتورة فايزة، والحقيقة أنا ربنا يديها الصحة إن هي ما زالت تبذل جهود كبيرة وحساسة جدا للتعاون مع سواء السوق العالمي السوق المحلي وعلاقاتها الدولية. وأنا حضراتكم أنا بعتبر أي حد يعوز حاجة من الدكتورة فايزة هسيب بعد إذنها طبعا في كل
الحالة هسيب الأرقام التواصل معاها بعد إذنها طبعا، بس بعد استئذانها، وإن شاء الله لو حد عايز إحنا هنفتح في ماتريكس لاب مخصوص لكل الأفكار الجديدة بتاعة الطاقة المتجددة، وحنضم حضراتكم جميعا الموجودين يشرفونا في اللاب ده، وحنتبادل كل النوهاو الانفورميشن اللي موجودة. ماتريكس عندها ما شاء الله يعني رصيد كبير جدا من موضوع الأمونيا والهيدروجين، بس هنضيفه طبعا لحضراتكم. هنعمل مكتبة كبيرة إن شاء الله بكل الموجود. أنا عضو الهيئة الأمريكية لطاقة الأمونيا. ما شاء الله ما شاء الله يا فندم، ربنا يديك الصحة يا رب. يعني أنا بأكد إن الدكتورة فايزة تحت يعني تحت اسمها يعني اللي شرف، وحناخدها كقدوة كبيرة لنا، وإن شاء الله بإذن الله تليد كل الفكرة بتاعة الطاقة المتجددة. وطبعا عايز أقول على الشاشة قامات كبيرة جدا يعني في الوطن العربي، يعني أنا مش عاوز الصراحة يعني أصف البوزيشن أو الوظيفة، لكن أنا عارف أن العلماء اللي موجودين على الشاشة كلهم من المهتمين بالطاقة المتجددة والعاملين أيضا فيها، وبالتالي إن شاء الله بإذن الله يكون لنا رصيد. هنعتبر دي بداية، ويعني هنعتبر دي ده أول ميتنج لنا، وإن شاء الله بإذن الله يجدد مع كل جديد في موضوع الهيدروجين. أنا عايز في الآخر خالص الهيدروجين يبقى شعبي، يبقى عندي في القرية أعرف أستخدمه زي ما استخدمت الغاز الطبيعي، أعرف أنتجه ليه لأ، والمستثمر الصغير ينتجه ما فيش أي مشكلة، ونشوف بالضبط تكلفة إنتاجه بجانب طبعا الطاقة الشمسية اللي مش هنستغنى عنها وطاقة الرياح. التلاتة دول يا جماعة هيبقوا في وقت احنا محتاجينهم بعد ما الكهرباء متوقع تنقطع عن الشبكات، ونعتمد كلنا على الانتاجات اللي هي البديلة او المنتجات الجديدة لتطوير الطاقة. موضوع الله يبارك فيك يا دكتورة، موضوع الطاقة يا جماعة بيحتل هم كبير من هموم العالم على مستوى العالم بحاله، وبيحتل اهتمام كبير جدا، بيصل الى يعني عايز اقول انه اهتمام يومي واهتمام بشكل على مدار الساعة في موضوع الطاقة، سواء استخدامها او سواء نقلها او سواء تسيف يعني او سواء عدم اهدارها. وطبعا في الاخر خالص احنا عندنا كوكب جميل اسمه كوكب الارض، كلنا عايزين نحافظ عليه بكل، لانه طبعا لكل رد فعل طبعا الطاقه لا تستحدث يعني كلها سايكل، فبالتالي لازم نحافظ على السايكل الطبيعيه للحياه والسايكل اللي صنعها ربنا سبحانه وتعالى، والتعاون والتوازن والتعاون اللصيق ما بين الدورات الطبيعيه هو ده اللي بيخلق لنا المناخ بتاعنا. وطبعا كلنا ملاحظين التغير المناخي اللي موجود، وبالتالي كلنا عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض عشان ربنا سبحانه وتعالى نرد ليه الفضل في التعليم بتاعنا. كل واحد يتعلم مننا حاجة لازم يرد الفضل لله عز وجل، ويرد الفضل للكوكب بتاعه والمكان بتاعه وإيده، لأن لو ما استخدمناش العلم ده يبقى كأننا ما عملناش حاجة خالص. ربنا سبحانه وتعالى استوطننا في الأرض لنعمرها ونحافظ عليها، وبالتالي يا جماعة لازم نقيم نعلي ده. وأنا أعتقد أن يعني ما فيش عالم عربي أبدا هيضن بالمعلومة عن كوكبه اللي عايش فيه، لأنه كلنا عايشين في مكان واحد يجب كلنا أن احنا نحافظ عليه وندعمه سواء بالتعاون أو سواء بالتناقش. يعني عايز أشكركم دايما، بتفاجئوني باهتماماتكم الجميلة دايما، سبورت الماتريكس. النهاردة بتشكر يعني بقت واحدة من ماتريكس، معالي الدكتورة فايزة عبد المجيد أبو زيد، أبو زيد أنا كده قلت الاسم مظبوط. وطبعا يا رب إن شاء الله بإذن الله يكون تعاون كبير معاها الدكتورة فايزة، سواء في الكوميرشال في السوق فهي موجودة، سواء هي يعني كباحثة مصرية وعربية على المستوى الدولي فهي موجودة، وبالتالي ناخد الليدرشيب القيادة الجميلة اللي عندنا بتاعة الدكتورة فايزة، وكلنا نمشي معاها نحط ايدينا في ايديها كلنا سواء من الخليج للمحيط. وطبعا انا مش عاوز اقول انه وجود حضراتكم من الوطن ممثلين للوطن العربي النهارده يعني بيدينا سعاده كبيره جدا، و اتجاه مجتمعنا العربي اللي هو مش اقل ابدا ابدا من المجتمعات الغربيه،
واللي بالعكس احنا لو اشتغلنا هناخد ثوابين اتنين، هناخد ثواب الدنيا والاخره. فعشان كده ربح البيع ان شاء الله باذن الله، ومساعدتنا في الحضاره البشريه وتعاوننا مع الاجانب مش وحش ابدا، بالعكس ده هو ده اللي ربنا يعني هدف من اهداف حياتنا، وده بالظبط كده كومباتبل تماما مع ديننا ومع اخلاقنا وماشي مع يعني العقيده بتاعتنا السامحه، ان احنا نتعاون ان نعمل كوكب ومكان للمعيشه يكون امن وسيف ويكون دايما جميل. بتشكر حضراتكم، بتشكر الدكتوره، لو في اي ختام للدكتوره انا تحت امرها، اتفضلي يا دكتوره. ربنا يبارك في المجموعة ويبارك في وطننا العربي كله، ويعني برضو بتقول انه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم ولا العدوان، وتعاون كلنا في ايدينا في ايد البعض. وانا نفسي نكون مجموعة فعلا من العلماء اللي النهاردة اتكلموا، وانا ما عنديش اي مشكلة نعمل اتصال بالام اي تي، وحتى نقدر نسافر اثنين او ثلاثة ونشوفهم عاملين شغل حلو قوي 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 في موضوع الامل الدميشن بتاع الالومنيوم، بيشتغلوا فيه وعملوا فكره فكره جميله جدا. فانا بفكر فعلا اروح واشوف ايه الموضوع اللي هم عاملينه وناخد منهم النهاية ونجيبهم عندنا. وفي حاجه كمان الحقيقه، الهيئه العربيه للتصنيع رئيسها سياده اللواء ارسل حرب مهندس مختار عبد اللطيف، النهارده كلمته وقال لي انا ما عنديش اي مشكله، ادي الارض وادي المرافق وادي كل حاجه ونعمل شغل مع بعضنا بشراكه اجنبيه بشراكه مصريه، وهو متعاون الى اقصى درجه ممكنه، فاحنا ممكن نعمل المشروع ده عنده ونمسك الاقطاب عنده، وحاجات كتير قوي ممكن تتعمل، وان شاء الله ناخد الموضوع ده نطلعه للنور والحيز التنفيذي ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. انا حضرتك من جهه ماتريكس النهارده نعتبر ان اول مجموعه انشئت وهتبقى اسمها الانتاج الاخضر، وهنبعتها لحضراتكم جميعا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المواقع بتاعتنا في الميديا، وهنسميها الانتاج الاخضر تيمنا طبعا بمعالي الدكتوره فايزه عبد المجيد ابو زيد. وان شاء الله باذن الله هنحط صوره للدكتوره فايزه ان شاء الله باذن الله عليها، علشان تبقى يعني دي البراند الخاص بينا. وان شاء الله باذن الله تعالى يعني بتشكر حضراتكم جميعا لحضوركم المتميز النهارده، ويعني عايز الحقيقه اقول انه ان شاء الله بدايه محترمه، وطريق العلم يا جماعه هو طريق فيه كله خير، كل طريق العلم ده خير، كل ثانيه واحنا قاعدين فيها هي خير لبلدنا ولوطننا. وان شاء الله باذن الله انا نفسي في يوم يعني يوم قريب قوي نبعت تصميمات كامله للدكتوره فايزه، تصميمات كامله مش حتى نو هاو، لا تصميمات كامله محليه تكون كامله بالنوته الحسابيه على البروجرامز، ويعني فيريفايد بعلمائنا، وده اللي هيحصل فعلا ان شاء الله باذن الله بامثله بتكلفه بكوست بفيزابيلتي ستادي، كل ده يقدر يطلع من ماتريكس. ايوه يطلع من ماتريكس بسهوله جدا، وكمان احنا نقدر نوهبه لبلدنا ولوطننا ان شاء الله باذن الله تعالى. انا عارف ان احنا عندنا الكفاءات ديت، وان شاء الله هنعمل الموديلنج والفيزابيلتي ستادي للدكتوره فايزه ان شاء الله باذن الله تعالى، ويكون ده يعني هديه لبلدنا انه بخامات محليه ونصنف الماتيريال ونعمل لها اكواد محليه ان شاء الله باذن الله. والخطوات الجايه يقدر تقدر تعملها الدوله. وطبعا انا برحب بكل عضو في ماتريكس انه يشترك معنا، مهندس الميكانيكا، مهندس الكهرباء، مهندس الانفايرومنتال، مهندس البيئه، مهندس السيفل، كل دول هنحتاجهم علشان نقدر نعمل الفول ستادي او الفيزابيلتي ستادي للانتاج المحلي، سواء وحدات صغيره او وحدات كبيره او مصانع كبيره على سكيل كبير. وان شاء الله باذن الله يوفقنا ربنا طالما النيه حسنه والنيه جيده ان شاء الله باذن الله تعالى. انا مش عاوز اسيبكم، الموضوع جميل والموضوع شيق، والحقيقه دكتوره فايزه يعني فتحت شهيتنا، شهيه العلماء على النوع ده من العلم، العلم الاخضر اللي هو حتى اسمه كمان جذاب جدا. وان شاء الله باذن الله يكون فتحه خير لامتنا لوطننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن كل واحد يكتب لي رقم تليفونه عشان يبقى في اتصال إن شاء الله.
حاضر يا فندم. انا يعني عارف معظم الناس ان شاء الله باذن الله، انا هفتح المجموعه والناس كلها حضرتك هتبقى موجوده مع حضرتك بالاكونت بالاتصالات بالكونتاكت. وطبعا يشرفنا ضمهم جميعا. انا شفت على الشاشه يعني صورت الشاشه خدت معظم الاسماء، وطبعا اساتذتنا كلهم موجودين، واقدر يعني اعمل لهم انضمام ان شاء الله باذن الله. وانا تحت امركم في اي معلومات. النهارده باذن الله هتكون المجموعه يعني انطلقت المجموعة الكبيرة لأساتذتنا الكبار بتوع الهيدروجين الأخضر، وحنسميها كمان الإنتاج الأخضر علشان تبقوا حضراتكم عارفينها، وهتبقى عليها صورة الدكتورة فايزة لو تسمح. طبعا تشرفنا ان هي موديل يعني البراند بتاعنا الكبير، يعني ده البراند المصري الكبير الحقيقة والعربي الكبير دكتورة فايزة. عايزين يا جماعة أساتذتنا وعلمائنا يعني نسقف لهم ونشكرهم ونحييهم بكل الطرق، وندعي لهم كمان بالصحة وبدوام يعني القدرة الكبيرة على يعني التواجد ويعني التواجد في المجتمع العربي والمحتوى العربي وزيادة المحتوى وغلة المحتوى العربي. بتشكركم جميعا، احنا مش أقل من حد، احنا أجدادنا البيروني وابن حيان وابن سينا مش ابدا ابدا، لا يوجد مثيل للبراندات دي يا جماعه ابدا في العالم، وباذن الله تعالى ما زالت ان شاء الله باذن الله بذورهم وما زالت الجينات بتاعتهم متوارثه من جيل لجيل. بحييكم في ماتريكس، وان شاء الله باذن الله نكون دايما يعني الحضن العربي اللي يحتوي على المحتوى العربي واللي بيتبنى وبيقدر يوصل ان شاء الله باذن الله لكل الناس والمحتويات المحتوى العربي. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جدا جدا، وربنا يبارك لكم جميعا يا رب.